السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان عطلة مفتوحة ليوسف السفري سبب غيابه عن الرجاء. وفي تفاصيل الخبر منحوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي ليوسف السفري مساعد جمال السلامي عطلة مفتوحة بعد وفاة الوالدة ديالو. بزاف منكم كانوا كيسولوا على السفري بعد الغياب الطويل ديالو على الفريق. يوسف كيمر من فترة صعيبة خلاته يغيب هذه المدة الطويلة على دكة احتياط فريق الرجاء الرياضي منذ مباراة نهضة الزمامرة اللي حسموها النصور الخضر 3 أهداف مقابل هدف واحد، الأمر اللي خلى إدارة جواد الزيات تعطي ليوسف السفري عطلة من دون ما تحدد ليه تاريخ العودة للفريق. كل الدعم ليوسف السفري في المحنة اللي كيعيش، وإن شاء الله يرجع لينا بصحة جيدة ونفسية مزيانة كيف ما كنا كاملين كنعرفوا عليه. جماهير الرجاء الرياضي تحذر اللاعبين من الإصابة، ومباشرة بعد ما منح الطاقم التقني وقيادة جمال السلامي لاعبي فريق الرجاء الرياضي عطلة مدة 4 أيام بسبب تأجيل مباريات الدفاع الحسين الجديدي والديربي، عبرت مجموعة من الجماهير الرجاوية على خوفها من هذه الخطوة اللي تقدر لا قدر الله تجلب إصابات الفريق الأخضر بعد ما كانوا ملتزمين بالحجر الصحي في أحد الفنادق المتواجدة بعين الدياب. وفي هذا الخصوص دعت الجماهير الرجاوية لاعبي الفريق الأخضر لاستحضار روح المسؤولية اللي كانوا كيتحلوا بها منذ بداية هذه الأزمة، واللي ساهمت في تجنب اللاعبين الإصابة والحمد لله ما خلاهم أولا في صحة جيدة، وثانيا كيواصلوا المسار الناجح مع الفريق الأخضر بتربعهم على صدارة البطولة الوطنية على بعد خطوات قليلة من حصد اللقب رقم 12 في تاريخ النادي. في نفس السياق كتبت صفحة الدائر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن فريق الرجاء الرياضي برهن على تطبيق التعليمات منذ البداية، لذلك واجب على اللاعبين يستمروا في هذه السياسة الاحترازية حفاظا على سلامة الكل والاستعداد لكسب المعارك الرياضية بعيدا على فقدان السيطرة لا قدر الله نتيجة إصابات حنا في غنى عنها. تفادوا أي اختلاط في هذه الفترة وبقوا مركزين على مساركم الرياضي الناجح. جمال السلامي نتوفر على لاعبين يشرفون قميص النادي. وكشف جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي من خلال تصريح رسمي ليه ان المجموعه الحاليه للفريق الاخضر ما كاينش حسن منه على مستوى الانديه الوطنيه، وغتزداد قوه باستعداد اللاعبين محمد دويك ومحمود بن حليب. واكد جمال السلامي انه سعيد بالمسار اللي محقوه مع الفريق لحد الان بتصدره لترتيب البطوله الوطنيه ولا بعد خطوه صغيره من بلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه للانديه البطاله. وقال في نفس التصريح انه كيتوفر على لاعبين كيشرفوا قميص الرجاء الرياضي، وشار لانه كيتمنى باش يستمروا النصور الخضر على تحقيق النتائج الايجابيه لنهايه الموسم واهداء الالقاب للجماهير الرجاويه اللي ديما كيستحضروها بالرغم من غيابها على المدرجات. وهنا جمال السلامي اللاعبين على هذا المسار الجيد في الدوري الاحترافي وطالبوا مواصله العمل لتحقيق اللقب ان شاء الله. اجتماع خاص بين جواد الزيات ولاعبي الرجاء الرياضي. وعقد جواد الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي رفقة بعض اعضاء مكتبه المسير اجتماع مع 4 لاعبين من الفريق تخصص للتفاوض حول المنح اللي غيحدد عليهم المكتب في باقي مباريات الدوري الاحترافي. ورفض جواد الزيات طلب لاعبي الفريق بالرفع من قيمه المنحه لاكثر من 20,000 درهم، وبرر ذلك بالظرفيه اللي كمر منها النادي فضلا على ان المنحه المخصصه كتعتبر مهمه. واتفقوا اللاعبين الاربعه وهما محسن متولي بدر بانون انس زنيتي وعبد الرحيم الشاكير مع اعضاء المكتب المسير المنح اللي غيحصلوا عليها في المباريات المقبله. جدير بالذكر ان المكتب المسير لفريق الرجاء برئاسه جواد الزيات كان خصص منحه كتقدر ب 20,000 درهم للاعبين من اجل الفوز في مباراه اولمبيك اسفي وحسنيه اكادير للحفاظ على صداره الدوري الاحترافي. وليد الركراكي محسن متولي ترك بصمه خاصه في الدوري القطري. وفي تفاصيل الخبر وعقب تتويج وليد الركراكي بلقب الدوري القطري رفقه فريق الدحيل استضافته احد الاذاعات القطريه للتكلم على الانجاز وتالق المغاربه في الدوري المذكور. مدرب الفتح الرباطي السابق قال في هذا الخصوص ان اللاعبين المغاربه تركوا بصمه جيده في الدوري القطري من خلال تقنياتهم وادائهم المميز رفقه الفرق اللي لعبوا لها. وخاص الذكر محسن متولي اللي قال وليد ان مايسترو الرجاء الحالي كيتعتبر من افضل اللاعبين اللي مثلوا المغرب بقطر، وترك نظره طيبه وايجابيه على اللاعب المغربي في هذه البطوله بعد ما لعب الفرق الوكرى الريان والاهلي القطري قبل ما يرجع مجددا لحمل قميص فريقه الام الرجاء الرياضي في الموسم الحالي، وساهم في وصول فريقه لنصف نهائي وصمه الابطال الافريقيه ونفس الدور من كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله. الرجاء الرياضي يتجول لتسوية مستحقات خوان كارلوس غاريدو. وفي التفاصيل من المنتظر باش يبدا مكتب الرجاء الرياضي برئاسة جواد الزيات في الإجراءات لتسوية مستحقات المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو العالقة بذمة الفريق الأخضر.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمهل فريق الرجاء الرياضي 45 يوم الأداء مبلغ كيتقدر ب 160 مليون سنتيم الفائدة في المدرب الإسباني. هذه المهلة اللي غتنتهي متم الأسبوع المقبل وكيجي تحرك إدارة الفريق الأخضر في هذا الخصوص لتفادي عقوبات قاسية من الفيفا، خاصة أنك تعتبر الفرصة الأخيرة لمكتب جواد الزيات من أجل تسوية مستحقات المدرب الإسباني. وكان خوان كارلوس غاريدو المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي اختار لجوء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بغية استخلاص مستحقاته المادية العالقة بذمة الفريق الأخضر اللي أقدم على فسخ عقده حينها من جانب واحد بسبب مشاكله مع لاعبي الفريق الأخضر والخسارة ديالو مع النجم الساحلي التونسي في الميدان بهدفين لصفر، كانت عجلات بإقصاء الفريق الأخضر من مسابقة البطولة العربية للأندية البطالة الموسم الماضي. باتريس كارتيرون يطلب تقريرا مفصلا عن نتائج الرجاء بالبطولة، وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك المصري من طاقم مساعد ليه مدوب تقرير مفصل عن نتائج الرجاء الرياضي بالإضافة لفيديو كيجمع الأهداف المسجلة للحدود الآن في المباراة الأخيرة للفريق من أجل دراسة الفريق الأخضر استعدادا للمواجهة اللي غتجمع بينهم برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا شهر شتنبير المقبل. وأكد باتريس كارتيرون حسب جريدة اليوم السابع المساعدين على ضرورة تتبع جميع المعلومات الخاصة بفريق الرجاء الرياضي من أجل إعداد المواجهة بينهم بشكل جيد باش يحققوا نتيجة إيجابية ألا وهي إقصاء الفريق المغربي من دور نصف النهائي حسب أقوالهم. في نفس السياق جمع مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك المصري بالفريق وأخبرهم بأن مباراة الدوري المصري ما غتكتملش بسبب عدم استقرار الوضعية الصحية في البلاد، وتابع كان طالبكم فقط بتحضير الخوض مباراتين نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي لانتزاع بطاقة التأهل والسير نحو حصد لقب القارة هذا الموسم. الكاف يدرس تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وكيدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إمكانية تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونفس الدور من كأس الكونفدرالية واللي تقرر إجراء مبارياتهم خلال شهر شتنبير المقبل. وكشفت صحيفة مصر اليوم أنه كتسود حالة من الترقب والانتظار داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للقرارات الحاسمة والمنتظر صدورها خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن الموقف النهائي لمباريات دور نصف نهائي المسابقتين القاريتين. ووفقا للمصادر الصحفية ذاتها من داخل الاتحاد الإفريقي في الساعات المقبلة تقدر تشهد قرارات من لجنة الأندية ولجنة المسابقات بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم استقرار الوضعية الصحية في المغرب. وقال المصدر نفسه أن فوزي القجاء رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كيضغط من أجل إقناع الكاف بتأجيل مباراتين نصف النهائي لشهر أكتوبر بدلا من إقامته في نهاية شهر شتنبير المقبل، إلا أن الكاف رفض البت في الأمر لحين التشاور ودراسة الطلب من كافة الجوانب، والإعلان على أي قرارات جديدة في هذا الشأن غيكون الإثنين المقبل أو الثلاثاء على أقصى تقدير. نمر معكم لفقرة ميركاتو ونشوفوا شنو تقال الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الإعلامية. هل يستغل مكتب الرجاء الرياضي الفرصة ويوقع له بالهرود؟ وفي تفاصيل الخبر صباح اللاعب بدر بالهرود حر ووراقه في يدي كيف ما كنقولوا بعد ما فسخ العقد ديالو مع فريق مالاغا الإسباني بسبب الأزمة المالية اللي كيعاني منها الفريق المذكور. وكان فريق الرجاء الرياضي كيراقب وضعية بدر بالهرود لاعب فتح الرباط السابق من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الماضي نزولا عند رغبة المدرب جمال السلامي بعد ما كان اللاعب كيمر بفترة صعبة داخل النادي الإسباني بابتعاده على التشكيل الأساسي. الآن بعد ما أصبح اللاعب حر غتكون صفقة بولهرود تحت أنظار مكتب جواد الزيات بحكم حاجات الفريق الأخضر اللاعب بالمواصفات ديال لاعب مالاغا الإسباني السابق، بحيث كيلعب بولهرود دور مهم في خط وسط الميدان وهو المركز اللي كيحتاج للتدعيمات داخل الفريق الأخضر في ظل توفر فريق الرجاء على لاعب وحيد كيلعب في المركز المذكور واللي هو عمر العرجون. نتسناو إذن تحرك مكتب الرجاء في هذا الخصوص، أولا لكون الصفقة ما غتكلفش الفريق بزاف بحكم أنه لاعب حر، وثانيا العلاقة الطيبة اللي كتجمع اللاعب بولهرود بجمال السلامي. الجيش الملكي يتربص بلاعب الرجاء الرياضي، وفي تفاصيل الخبر دخل فريق الجيش الملكي على خط الفوز بخدمات لاعب الرجاء الرياضي المعطي تميزه واللي غينتهي العقد ديالو مع الفريق الاخضر بنهايه منافسه الموسم الكروي الحالي. الفريق الرباطي تواصل مع وكيل اعمال اللاعب في افق التوقيع رسميا في الميركاتو الصيفي المقبل سعيا منه لتكرار تجربه اللاعب رضا سليم ابن مدرسه الرجاء، وكذلك استغلال عدم دخول المعطي تميزه في المنظومه ديال المدرب جمال السلامي، وكذلك لعدم توصل مكتب جواد الزيات الحل بغيه تجديد عقد اللاعب المذكور لسنوات اضافيه بحكم الخلاف اللي كان شاب بين الطرفين بعد ما كان مكتب الفريق الاخضر فاتح اللاعب بدايه الموسم الحالي حول اعارته مره اخرى لاحد الانديه مقابل تجديد العقد ديالو مع الرجاء لثلاث سنوات، الامر اللي رفضوا اللاعب تميزه وعلل الرفض ديالو بانه باغي ياخذ فرصه اللاعب مع الفريق الاول الرجاء الرياضي، مع العلم انه سبق وتمت اعارته جوج سنوات متتاليه بعد ما كان اول ظهور ليه بقميص الفريق الاول الرجاء فهاد المدرب السابق رشيد الطوسي. نتمنوا ان المكتب ديال الرجاء الرياضي يلقى حل في قضيه اللاعب المعطي تميزه لتفادي ضياع مواهب رجاويه جديده كتغادر الفريق صوب انديه اخرى،
بدون ما يستفد منها الرجاء المستوى التقني او المادي. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد يوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.